التي تتعارض مع كل الحقوق الإنسانية. مراسل الجزيرة ناصر الحسيني تجول في القسم مع مجموعة من المواطنين الذين أحرقوه وحرروا نزلاءه من معتقلين ومعتقلات. من مظاهر وأدلة الغضب الشعبي الذي لا يمكن حتى وصفه حقيقة، هذه المظاهر نحن في الإسكندرية، وكان هنا كما يقول لي الشباب والسكان الثائرون الغاضبون على النظامات، يقولون بأنهم الآن كانوا يعرفون هذا المركز جيدا، هو مركز كان لمركز تعذيب حقيقة، وهذه هذا ما تبقى منه، أحجار حطم في الداخل. يعني هذه الدلائل والشواهد على ذلك الغضب في ذلك اليوم، يوم هاجم المتظاهرون وأتوقع أنهم كانوا بالألاف هذا المركز الذي هو الشهير هنا حقيقة. مظاهر لما كانت تعرف هنا لدى شباب الحي الثائر الغاضب بمراكز التعذيب، وكثيرون هنا يعرفون هذه نهاية الظلم. نعم هذا واحد من نهاية الظلم. السكان نهاية الظلم، دي نهاية كل ظالم. أتجه الآن كما يقول لي الشباب هنا إلى غرفة المأمور، وهو أحد المسؤولين الأمنيين، والمصريون يعرفون جيدا ماذا تعني كلمة المأمور، بالنسبة لهم هو رمز للسلطة، رمز للنظام، رمز للقمع. غرفة المأمور كانت هنا، ربما كان هذا حيث يستقبل أمريكا بلد الحرية، تورط قنابل غاز مسيلة لمصر. ولا أي طرف سياسي بيتدخل في تحريك هذه المظاهرات، علشان هم بيحاولوا ان هم يعمموا على الناس ويبينوا صورتهم في الخارج. الأشخاص من سكان الحي الذين يعرفون هذا المكان جيدا، يعني مكان رهيب حقيقة. هذا حجز السيدات في عهد حسن مبارك، الستات بيتحطوا هنا في السجن تحت الأرض، وادي الأوضة وادي المكان كانوا بيقعدوا فيه، وادي الجردل، اجيب لك الجردل اللي كانوا بيعملوا فيه البول، اهو اجيبه لك، انا استنى بس اجيب لك الجردل اهو، هو ده الجردل اللي الستات في عهد حسن مبارك بتعمل فيه البول، هو ده الجردل اهو. الظلم انتهى في مصر، الظلم انتهى في مصر. هكذا تنتهي الزيارة بمغادرة ما كان سابقا بنادي ضباط الشرطة الذي تحول إلى ما رأيتم، وعلى تلك الكلمات، كلمات الطفل البريء من قلب الإسكندرية، الشعب المصري الذي عبر بكل صراحة وعفوية عن رغبته في رؤية بلاد أفضل.